جيوسي من قرية اسمها جيوس، بعمل بشتغل مصور صحفي من 2003، حاليا بشتغل مصور في تلفزيون فلسطين. فهد الجيوسي من قرية اسمها جيوس، بعمل بشتغل مصور صحفي من 2003، حاليا بشتغل مصور في تلفزيون فلسطين. مهنة التصوير مش كبير، مش كالناس ما بتتخيل انه المصور شيء عادي، لا، هي نوع من انواع المقاومة، كيف الرسام، كيف الأغاني الوطنية، الثورة، كيف كل هذا نفس الشيء. المصور إذا هو اللي بيعكس نبض الشارع الفلسطيني، هو اللي بورجي العالم شو الأرض على أرض الواقع، شو اللي بصير في فلسطين. المصور الميداني يعني هو بتحمل أكثر حدا ممكن يتخيل البشر، هو بشوف كل شيء، بتحمل كل شيء، وبضل جندي مجهول. هي الأساس البيسك في الإعلام إنك تكون حيادي بالقوانين الدولية بالكذا، إنه أنت لازم تكون حيادي. لما تكون فلسطيني يختلف الموضوع، إنه أنت تشتغل في أرضك، يعني انت ما بتصور في بلد ثاني عشان تكون فيها حيادي. انت واقع تحت ظل الاحتلال، انت كصحفي مش جاي تغطي حدث وتروح، لا، انت انولدت وعشت وقمت وحطيت تحت ظل الاحتلال، فانت زيك زي اي واحد في المسيره، تتعرض للقمع، تتعرض لاطلاق النار، بتتعرض للاعتقال، نفس الشيء. فصعب انك تكون حيادي، صعب انه انا في لحظه من اللحظات اقدر اجمل احتلالي، انه لا والله المسيره هاي كانت الجنود تعاملوا كثير انهم كانوا رائعين، او لا 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 لا، هو احتلال. بهذه الصور الحصريه استطعنا تسجيل مشاهد العنصريه والقمع الوحشيه قدر المستطاع، لكن عشرات الجنود اعتدوا علينا بالضرب، وذلك لم يثننا من الإصرار على مواصلة التغطية بأي شكل كان. فالواجب الوطني هنا أولا والمهني ثانيا. شوف المصور الميدان بركض بين العجال وبين الناس وفي المخيمات وفي المواجهات لفترة طويلة من الزمن، بصير زي في واحد شو بيحكي، انه كل المصورين الاحداث عندهم انفصام في الشخصيه، صدقا مش مزح. فانه بتكون في الميدان شيء، بس تطلع تكون تضحك وتمزح، بس هو بكون كذاب، بكون يكذب على حاله، بيكذب على المحيط، هو من جوا بني ادم مكسور،
مهزوم بده شوية كم يوم عشان يرمم حاله ويرد يوقف على رجليه من أول جديد. يعني بتحكي إنه أنت في لحظة من اللحظات بعد ما يصير فيه خبرة إنه هاي المسيرة فيها إشي غلط، إنه هاي المسيرة فيها نشوة نصر زيادة عن اللزوم، وإنه الجيش مش عم بضرب، فمعناته في إشي غلط في الموضوع، معناته في قوات خاصة داخل المسيرة. فأنا قطعت الشارع في لحظة، في يعني في موقف معين قطعت الشارع، فبحكي للمصور جنبي إنه في شيء غلط، في شيء غلط، شباب نشوة نصر زيادة عن اللزوم، بلشت المسافة تكسر بين الجيش، الجيش لا عم بضربه غاز ولا عم بضربه مطاط، ففي شيء غلط. فطلع على هيك في طرف عينه إنه أسكت بلاش شباب حدا يصير يحكي شيء. فقطعت الشارع، أول واحد يعني كان بيني وبينه متر واحد سحب مسدس وصار طخ. فطلعت هي المسيرة فيها 8 مستعربين سحبوا شاب طخوه، كانت الرصاصة اخترقت جزء من الراس. فأنا يعني على بعد كم متر اطلاق نار عشوائي، الجيش هجم، حملت كمرتي وقعدت على الأرض بين الحجار. هو أنا مش عارف يعني مش عارف شو اللي صار بالضبط، إنه يعني طب مين اللي، طب شباب الجامعة هاي اللي جاي ولابسين أواعي الجامعة وكذا، وصار إطلاق نار وبجروا فيه هيك على الأرض وراسه بجروا على الأرض ودم معبي الدنيا، وجابوا ناك اللي صفوها. فقعدت على الأرض أصور إسعافه وهم يسعفوا فيه فكانت لحظات مؤلمة يعني صدمة غريبة. انه افكار غبيه انك ترمي الكاميرا وتساوي اي شيء. مرات في فتره من الفترات كانت مراحل شهداء كثير، فانه كانت المشكله النوم، انه بس دي لما تيجي تنام تحس تسمع 1000 ام عم تبكي، صراخ ناس، حتى زغريت. هاي قصة الزغريت كانت بالنسبة لي شيء حساس جدا، انه امه تعيط طولته تصرخ اوكي، بس هو طالع امه تزغرت، هون الكارثة كانت بالنسبة لي. مش عارف شو كانت هذا، بس كنت انهار. فانه كانت عين مرات، كانت نجود القاسم من اروع الصحفيين اللي اشتغلت معهم، فكانت تقول انه انا بطلع فادي، فكانت عين تصور وعين تبكي. في عين حجلي كمان طلعنا احنا الوحيدين اللي كنا كتلفزيون فلسطين نغطي هذيك الفترة. فكنا طلعنا على ظهر غرفة صغيرة، صار الاقتحام والجيش لسه مش منتبه علينا. لما ايامها الشهيد زياد ابو عين ضربوه زي كذا، كل وعملنا تغطية مباشرة أول الأحداث لحد آخر الأحداث، يعني جهاد كان. رموني من فوق غرفة على الأرض، هجموا علي مجموعة من الجيش، مع ذلك حملت كاميرتي وحطيتها جوا السيارة، كملت البث المباشر، عملت الستاند لعلي دار علي في الباص وإحنا في السيارة بين الجنود. نقلنا الحدث بتفاصيله بالمباشر لحين ما انه قدرنا نجمل كل اللي صار على الهواء مباشرة. بعدين بعد ما طلعنا انهارت.
نقلوني على المستشفى بس، لكن كملنا كل شيء. والتي استمرت رغم ذلك. لا خطط فيك. من مخيم الجلزون للاجئين في مدينة البيري، علي دار علي، تلفزيون فلسطين. ما في احترام لصحفي نهائيا، ما في حقوق لصحفي نهائيا. زي ما حكيت لك، نحن ضد الاحتلال، والاحتلال بعاملك على أساس أنه أنت جزء أو أنت عدو. يعني أنت بتحكي عن أنا في الجلزون، في مخيم الجلزون، والجيش ما نسحب، فتح الباب وطخني، هم مسحوبين، أنا واقف في زاوية طخني. في كولندا نفس الشيء، عدسة كاميرتي اللي طالعة ورجلي سحبوا طخني. في بلعين لحقني كسر كاميرتي وكسروني وأنا صحفي. فنحن جزء لا يتجزأ من الشارع الفلسطيني. يعني أنا بتذكر أيام عملت عن النساء فلسطين، فمن النبي صالح أنه أنت من عند الكزية من فوق تنزل الجبل كامل، والمراسل عم بكتب التقرير مسافة، فلقيتهم بيعتقلوا أول بنت نزلت على الشارع الرئيسي، بعدها بشوي عم بيعتقلوا كمان بنت، بعدين لقيت عهد التميمي لسه كانت طفلة هيك صغيرة صغيرة، وكان أخوها وبنت عمها، فأجت أمها واعتقلوا أمها من بينهم وكانوا ماسكين فيهم. فيعني أنا صرت جزء من الحدث، إنه أنا بسب على الجندي ولك فلتها، ولك فلتها فلتها لما إنه فلتها ولحقت أمها. فرجعنا، فالمراسل اللي معاي بحكي لي شو الوضع، قلت الوضع يعني خرافي، في عنا مادة تستحق إنها يعني توصل العالم، لازم توصل العالم. فبتذكر انه مزعت له 8 نصوص يكتبها، وكله مش بمستوى الحدث اللي صار. فعملنا فيتشر صغير، اخذنا جائزتين على مستوى الوطن العربي في مهرجان. ما في حقوق، في جندي بيحكي لي كده طخيتك، انا بعتبره تدريب، ما حدا رح يسألني. اعتداءات كثيرة، حتى لو أخذنا للجنب يكون طرف الجيش هون، المسيري هون، نحن نوقف في طرف بيهجموا الجيش، بيعتدوا علينا عادي.